أستاذي، رأيت نفسي أمام شاطئ البحر، وثم بدأ البحر موج البحر يرتفع في السماء ايوه وينزل، ثم ارتفع إلى السماء، موج البحر ارتفع إلى السماء وتوقف، ثم أصبح جليد، جليل. ثم بدأ الجليد يصعد للسماء، ثم تكسر وبدأ يسقط علي ذلك الجليد، وسقطت معه علبة تشبه علبة الهدايا صغيرة، وحملتها وقلت هذه هدية من السماء، وفتحتها وجدت بداخلها قطن أبيض وفيه خاتم من الذهب الخالص، وفوقه 3 حبات من الألماس أبيض فقط. ما شاء الله، شو الحلم الحلو يا عايدة. عايدة، هل كان أستاذ، لديك فترة من المشاكل والصعوبات وتوقفت فجأة كل شيء، أصبح متوقفا، يعني لا لم تستمر بإزعاجك هذه نعم المشاكل أو أستاذ، العقبات؟ نعم نعم هل أستاذ، بعد ما توقفت المشاكل أصبحت تشكرين الله سبحانه وتعالى كثيرا وتدعين الله سبحانه وتعالى كثيرا؟ نعم نعم أستاذ، أيوة، نعم هذا الموج العالي كانت المشاكل والعقبات، توقف أصبح ثليج، توقفت المشاكل ولكن دون تغيير واضح في حالك. استمررتي في الدعاء لله سبحانه وتعالى رغم توقف المشاكل، لأن أغلب الناس عندما توقف مشاكلهم، وبعضهم، ما نقول بعض، أغلب، استغفر الله العظيم، بعضهم يبتعد عن الله، يرجع لحالته الأول أو سيرته الأولى. فأنت استمررتي في الدعاء والتوكل على الله سبحانه وتعالى، فسوف يتكسر ذلك الجليد. أنت أعتقد آنسة ولا أنا غلطان؟ نعم أستاذ، سوف يتكسر ذلك الجليد، وسوف نفرح بك إن شاء الله من خلال برنامج على امرأة إن شاء الله، مخطوبة، وترزقين بعد ذلك بثلاث أطفال، بنات وأولاد. هذا والله هو العليم الحكيم، هذا والله هو العليم الحكيم يا عايدة. إن شاء الله يا رب بشرة خير لك، وتكون دعواتك دائما مستجابة إن شاء الله يا عايدة. مين معنا؟ حلمها جميل عايدة، سبحان الله، توكلت على الله واستمرت، يعني الموج البحر هي الصعوبات والهم والمشاكل، تحول إلى جليد، توقف والجليد ارتفع للسماء، ذلك الدعاء يصل للسماء سبحانه وتعالى، لله سبحانه وتعالى، فتكسر هذا الجليد وأصبحت حياتها